مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي النهاردة وحلقة جديدة من ألعاب الصلاة. النهاردة في أول حلقة هنتكلم على كلمة الاحتراف، وكلمة الاحتراف هي كلمة مهمة جدا في الرياضة. الاحتراف في الرياضة يعني التزام. التزام مهم جدا لكل اللاعبين، بمعنى أن اللاعب لازم بيمتهن هذه المهنة. زي ما عندنا مهندس، زي ما عندنا دكتور، زي ما عندنا مدرس، زي ما عندنا دكتور، زي ما عندنا حاجات كتيرة. عندنا لاعب محترف، اللاعب محترف هو لاعب بيقعد يلعب 10 سنين 15 سنة بس في إطار انضباط والتزام محدد. المدة العقود بتاعتهم بتكون محددة المدة، وفي نفس الوقت بيكون عنده التزام وارتباط مع النادي أو البلد اللي بيلعب فيها، وبمعنى الأصح النادي ده الأهم. اللعيب عشان يطلع يحترف للخارج لازم يكون عنده مؤهلات، أكيد كلنا بنتعلمها في الصغر، بنتعلمها وإحنا صغيرين، بالذات اللعيبه الصغيره الكلام ده ليها. عشان تبقى لعيب محترف لازم تبقى لعيب ملتزم ومنضبط فنيا وكمان اخلاقيا، الاثنين مع بعض مش حاجه واحده. الاثنين مع بعض لو مشوا اعتقد يبقى عندنا لعيبه محترفه في كل المجالات في العالم. لكن النهارده لو شفنا داخل او خارج نطاق كره القدم بالمعنى الاصح، وجايز يكون معانا كمان كره القدم، اسعار اللاعبين بسبب عقود الاحتراف اسعار عاليه. أسعار عالية النهاردة كمان وصلنا لمرحلة بنعادل بعض الدول في العالم في المقابل المادي، وبالذات بنتكلم على ألعاب الصلاة. ألعاب الصلاة في أوروبا وكل البلاد تقريبا بنقرب للأرقام، الأرقام قريبة جدا. بدل ما لعيب يطلع يحترف بره، الحاجة الوحيدة اللي هيقدر يكتسبها خارجيا هي الحاجة المهارية، هيزيد تكتيكيا وهيزيد مهاريا بسبب احتكاكه بمدارس أخرى من اللاعبين. لكن داخل مصر الموضوع شويه مختلف. قاعد جوه اسرته، قاعد في وسط عيلته، قاعد في وسط الجمهور الكبير اللي بيشجعه بيديله كل حاجه الجمهور. في الاخر معنى الاحتراف هو انضباط كامل متكامل بين الاخلاق وبين الناحيه الفنيه. اللعيبه النهارده في مصر عشان تطلع تحترف ما عادش الاحتراف بالنسبه لهم شيء مغري ماديا، هو بالعكس هو انضباط تكتيكي بحت. في اوروبا تاني مره بعيد وبكرر، في اوروبا الارقام قربت جدا للارقام المصريه تماما. جايز البلاد العربيه تختلف شويه، لكن في اوروبا الارقام قريبه قوي بالارقام اللي بياخدوها اللعيبه في الهاندبول والباسكت والطايره، قريبه. مش الجاب ما عادتش كبيره زي زمان. زمان ايامنا لما كنا بنلعب كان الجاب واسعه جدا، لكن دلوقتي قريبه قوي، الامور بقت قريبه بالنسبه للاعبين. يبقى هما النهارده بيلعبوا في اعلى حاجه احترافيه، الناحيه الانضباطيه اللي احنا عايزين نوصلها لهم. لازم اللعيب الصغير مناش ينضبط تكتيكيا وكمان يلتزم اخلاقيا علشان يقدر في المرحله بعديها نقدر نفرغ لعيبه كتيره لخارج مصر. في السن الصغير اعتقد الاحتراف هيكون بالنسبه لهم حاجه كويسه، يعني لعيب هو عنده 16 17 سنه وبيطلع يحترف هتعود علينا كلنا بالنفع، هتعود على النادي الاهلي بنفع، هتعود كمان على المنتخبات المصريه وده الاهم، بأكبر نفع موجود. نتمنى أن كل لعيبة عندها انضباط تكتيكي وكمان انضباط أخلاقي علشان يقدروا في المرحلة اللي جاية يبقى عندنا كم كبير نفتح المجال أو نفتح القاعدة، تبقى قاعدة كبيرة جدا من اللعيبة المحترفين في كل اللعبات، عشان ده في الآخر بيعود على مصر بكل خير. وبإذن الله نتمنى لمنتخباتنا كلها اللي قريب جدا بتلعب عشان تتأهل لطوكيو، بنقول لهم شد حيلكم ربنا معاكم، كلنا مستنيين التأهيل لطوكيو لأن طوكيو دي أكبر محفل رياضي في العالم وهو الأولمبياد. نبدأ أخبارنا وأخبار النادي الأهلي، وهنبدأ مع كرة السلة وشباب كرة السلة تحت 16 سنة بيفوزوا ويتوجوا ببطولة منطقة القاهرة. 16 سنة بقيادة الكابتن إسلام علي بيفوز ببطولة منطقة القاهرة، وهي احتفاظ كمان ببطولة منطقة القاهرة. كسب نادي الشمس بنتيجه 63-47. المباراه اتلعبت امبارح في استاد القاهره، كانت مباراه قويه جدا جدا. الاهلي قدم ماتش كبير امبارح، اللعيبه كانت مركزه، كابتن اسلام علي كان يعني قياده تكتيكيه وفنيه عاليه جدا، وان شاء الله باذن الله تكون الفريق ده هو النواه للدرجه الاولى قريبا باذن الله، لان فعلا ناشئين السله ماشيين بخطى ثابته. هنسيب ناشئين السله وهنروح لانسات اليد برضو. من كل الاخبار النهارده عندنا عن الناشئين والناشئات، ودي حاجه تفرحنا كلنا. معانا انسات اليد كمان بيفوزوا ببطوله منطقه القاهره برضو بعد الفوز على نادي الشمس. المباراه اتلعبت في نادي الشمس امبارح
على ملاعب نادي الشمس وقدر يفوز مواليد 2029 24 وايضا برضو احتفاظ بمنطقه القاهره. ما شاء الله عليهم فعلا فريق قوي جدا، فريق واعد هيقدر يفرغ ليه الدرجه الاولى سيدات باذن الله وبقياده الكابتن عادل عبد الجواد. الماتش اتلعب الشوط الاولاني خلص بنتيجه 16-10 وقدر الاهلي يحافظ على تفوقه لغايه ما وصل للنهايه وفاز. الفرقه بتضم بين صفوفها انجي هشام وبراء سعيد وجودي بهاء، رانا محمد، شهد احمد، فريده هاني، ليلى هيثم، زينه عمر، مريم احمد، ميار توحيد، ميرنا خالد، نوران خالد، نوران مجدي، منه الله سيد، كنزي محمد، ساره ياسر وسلمى ياسر، وكمان روان سعيد ورحمه محمد. الف مبروك للاعبتنا ونجومنا في السله واليد انسات بالفوز بمنطقه القاهره والاحتفاظ بالكاس. نروح للخبر الثالث، هو الخبر اللي كلنا اكيد زعلنا علشانه واصابه كابتن فريد الحناوي في ارض النادي الاهلي. مبدئيا هو اللي حصل ان كان في عمود الطايره كان وقع على كابتن فريده، عمود اتحرك نزل ما كانش بيتثبت كويس ايا كان، لكن اللي باكد بيه ان الاداره التنفيذيه بقياده العميد محمد مرجان اوكي اوريدي فتحت التحقيق لمعرفه اسباب سقوط العمود، لان في الاخر اداره النادي كلها بتشتغل علشان سلامه اللاعبين، فاكيد ده هنعرف اسبابه لاحقا، لكن بتسيب اداره النادي في الموضوع ده. لكن اكيد فريده هي اتعرضت يوم الاثنين اللي فات ل هذه الإصابة، تم نقلها سريعا جدا لمستشفى المعلمين واتحطت في عناية مركزة كل أسرة كرة الطايرة، كل الناس وكل أسرة كرة الطايرة وكل النادي الأهلي كان قلقان على فريد، دي حقيقة. حتى لو شفنا السوشيال ميديا كان كله بيتكلم على كابتن فريدة الحناوي، ألف مليون سلامة عليها. وعشان نطمن أكتر لازم نكلم كابتن عمرو حناوي والد كابتن فريدة الحناوي. مساء الخير يا كابتن عمرو. مساء النور يا كابتن هادي. طمنا، ألف مليون سلامة على كابتن فريدة ويا رب تكون في أحسن صحة وأحسن حال. عايزين نطمن كل الناس، عايزة تطمن على كابتن فريدة. ربنا يخليك يا كابتن خالد. هي الحمد لله يعني أحسن كتير بصراحة، يعني إدارة النادي الأهلي ما توانتش عن تعمل أقصى مجهود ليها، والبنت الحمد لله كويسة. عملوا لها الإشاعات في المستشفى الكاملة وعملوا لها كل المطلوب وقعدوها في العنايه 24 ساعه كده تحت الملاحظه. والحمد لله الدكتور بعد ما عمل الاشعه وكل الحاجات واطمن عليها تماما يعني قال ان هي تكمل العلاج في البيت. الحمد لله يا رب. عايزين بقى نطمن عليها كمان، الف مليون سلامه عليها، كلنا بندعي لها ان شاء الله ترجع في احسن صحه واحسن حال، لكن كمان عايزين نطمن على رجوعها للملاعب مره اخرى يا كابتن عمرو. والله هو الدكتور قال يعني هي اسبوع هتقعد في البيت راحه تامه في السرير وبعد كده تبتدي تنزل يعني تدري كده، وان شاء الله بعد 3 اسابيع تكون جاهزه لان هي ترجع التمرين تاني يعني. كابتن عمرو، كابتن فريده نقدر نكلمها ولا الامور لسه ما استقرتش؟ لا ممكن نكلمها ان شاء الله. نكلمها بعد اذن حضرتك. اكيد لازم نطمن على كابتن فريده الحناوي بنفسها وهنسمع صوتها ونتكلم معاها ونشوف ايه اللي حصل بالظبط معاها. كابتن فريده. الو. كابتن فريده. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الف مليون سلام عليك. الله يسلم حضرتك. كل بصي انا في مظاهره حصلت على السوشيال ميديا لكابتن فريده الحناوي، كل اسره كره الطايره كل النادي الاهلي بيطمن، عايز يطمن على كابتن فريده الحناوي. يا ريت بقى تقول لنا كده طمنينا عليكي وطمني كل الجمهور الكبير اللي عايز يطمن عليكي. انا الحمد لله انا احسن كتير. انا بعد ما العمود كان واقع عليا انا وصاحبتي، فانا اغمى عليا اصلا فما كنتش حاسه باي حاجه خالص، بس لما قمت والحمد لله فوقت والمستشفى بصراحه كانت معايا على طول. النادي الاهلي برضو بصراحه ما حدش سابني خالص الحمد لله. فالحمد لله انا اتحسنت بسرعه جدا، فخلوني بس العنايه علشان ابقى تحت الملاحظه 24 ساعه كده بس عشان لو حصل اي مضاعفات لو سخت ورجعت كده. الف مليون سلامه عليكي. بس بصي هكلمك بصراحه عشان الاصابه دي عرفتك قد ايه انت حب الناس ليكي وحب لفريده. بصراحه انا بشكر كل الناس. صح. انا لقيت كل الناس اللي بجد كانت خايفه عليا، لان انا شفت فعلا اهتمام من الناس انا ما كنتش متخيله ان هم ممكن يبقوا خايفين عليا قوي كده. الف مليون سلامه عليك يا رب، دايما في احسن صحه واحسن حال وترجعي سريعه الملعب. ناويه امتى ان شاء الله باذن الله تنزلي الملعب مره ثانيه؟
ان شاء الله كده على كمان اسبوعين، يعني انا مش هقدر اسيب البولي كتير بصراحه، عارف هرجع باقصى سرعه. الف مليون سلام عليك كابتن فريده الحناوي، واكيد بنقول لك يا رب في اسرع وقت باذن الله ترجعي الملاعب مره ثانيه وتبدعي انت وزميلتك كمان. كانت برضو كان في زميلتها كابتن مي غزال. مي غزال هي برضو كانت لسه مصابه في صباحها وكانت نازله كده بس في الايد، يعني سهله، يعني سنه سهله شويه، اسهل منك طبعا. ايه يعني كابتن مي غزال جت في ايديها الموضوع. هي برضو اتصابت في صباحها، وبعدين عملت استرتشات جنبي فبرضه لما العمود وقع عليا وقع عليه هي كمان، فاخدت 3 غرز هي كمان برضه. الف مليون سلام عليك على كابتن فريده وكابتن مي، ويا رب دايما نجمتنا بالف سلام والف صحه، واكيد اداره النادي فاتحه الباب للتحقيق علشان تعرف ايه اللي حصل عشان ما يتكررش مره ثانيه، لان اكيد سلامه اللاعبين واللاعبات عندنا في النادي الاهلي هي الاهم. هنروح لكابتن كريم عبد الجواد والسكواش، نجمنا وكابتننا الكبير في السكواش، بيتأهل مع منتخب مصر للفرق لدور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة. البطولة بتقام في من يوم 25 في بطولة العالم، بتقام من يوم 15 ل 21 ديسمبر. البطولة بتلعب في واشنطن في أمريكا. منتخبنا خلص دوري المجموعات، وبكره ان شاء الله هيلعب مع الكسبان من ماتش ماليزيا والمانيا. المنتخب بيضم بين صفوفه 4 لاعبين، كابتن كريم عبد الجواد وكابتن علي فرج، طارق مؤمن، محمد ابو الغار. بيشرف على تدريب المنتخب نجمنا الكبير كابتن امير وجيه، بنتمنى لهم التوفيق باذن الله في بطوله العالم للفرق في امريكا. هنروح لاخر اخبارنا النهارده ونسيب الاسكواش وهنروح لعبه فرديه. كابتن ميار شريف، كابتن ميار شريف نجمتنا الكبيره اتاهلت في التنس لأولمبياد طوكيو 2020. عندها هتشارك في بطولة دبي في التنس للتنس من يوم 17 ليوم 29 اللي جاي بإذن الله. ميار أكيد من اللعيبة اللي هي يعني بتكون لعيبة قوية جدا، لعيبة ما شاء الله عليها، اتأهلت أولمبياد، في طريقها بإذن الله في التدريبات وانتظامها في التدريب هو أهم حاجة عندها، لأنها هي ناوية بإذن الله تحقق ان شاء الله ربنا يوفقها، لان البطولات اكيد الاولمبياد بطولات صعبه جدا. اكيد مستنيين من ميار في المرحله اللي جايه باذن الله كل نتائج باذن الله مشرفه ليها وللنادي ولمصر باذن الله. بكده خلصت اخبارنا، لكن ما خلصتش حلقتنا، هنخرج لفاصل وترجعوا لنا عشان نستقبل كابتن كبير من النادي الاهلي سابقا، كابتن تامر الصاوي نجمنا الكبير في عالم التنس الارضي. اهلا بيكم مره ثانيه في الفقره الحواريه الاولى النهارده في برنامج العاب الصالات. اكيد النهارده بيشرفني نجم كبير، زي ما احنا مهتمين بنجومنا الحاليين لازم نهتم برضو بنجوم النادي الاهلي اللي سبقوا وانجزوا وعملوا انجازات كبيره في تاريخ النادي الاهلي. بس النهارده معانا نجم مختلف جدا، نجم كبير في عالم التنس الارضي، وكمان التجربه مش مصريه بس، تجربه امريكيه ناجحه جدا بدرجه قدير، حد يعز عليا جدا. احب اعرفه لكل جمهور النادي الاهلي كابتن تامر الصاوي، منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا كابتن خالد، الف بجد شكر. الف شكر، اهلا بيك. بجد مبسوطين بيك جدا النهارده. الف شكر. ورحله كبيره في عالم التنس. فعلا مشوار طويل 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 يعني، بس الحمد لله يعني ربنا دايما كرم فيه وقدرنا ان احنا نمثل على اعلى مستوى الحمد لله. طب خلينا يعني قبل ما نبدا مع كابتن تامر نخرج تقرير عن كابتن تامر الصاوي وترجعوا لنا مره ثانيه. نجم يجهله الكثيرون من أبناء الجيل الحالي، واحد من أهم لاعبي التنس المصري عبر تاريخه، من أفضل لاعب النادي الأهلي في التنس الأرضي منذ نشأته، تامر الصاوي
المولود في 11 من فبراير عام 1972 نجح في الاحتفاظ بلقب بطولة مصر الآلية 12 عاما على التوالي، وتحديدا منذ عام 1987 وحتى عام 1998 هو العام الذي أعلن فيه الاعتزال. توج بطلا لفرد الرجال على المستوى المحلي وهو في سن 15 عام، كما أنه حصل على بطل أمريكا للجامعات عام 1993، مما منحه لتوقيع عقد احتراف ليبدأ في الحصول على العديد من البطولات الفردية والزوجية للمحترفين، قبل أن يصل للمركز رقم 127 عالميا على الصعيد الفردي و 128 عالميا على صعيد الزوجي، كما شارك في 13 بطولة عالمية من بطولات الجراند سلام. عقب اعتزاله اللاعب سافر لأمريكا وقرر إنشاء مركز تدريبي للتنس ساهم من خلاله في تدريب وتأهيل العديد من لاعبي منتخباتنا الوطنية، كما أشرف الصاوي على تدريب منتخبنا الوطني عام 2011، حصد مع المنتخب ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بموزمبيق عام 2011. ترأس مؤسسة المدربين المحترفين العالمية في مصر عام 2014، قبل أن يترأس المؤسسة في الإكوادور وأمريكا على الترتيب العام الماضي، كما أسس شركة خاصة به لإدارة الأعمال الرياضية في أمريكا ورئيس لمركز تدريب التنس الأرضي بأمريكا. يؤكد المتابعون للتنس الأرضي المصري أن تامر الصاوي هو أحسن لاعب في تاريخ مصر خلال الأربعين عاما الماضية، وأنه قادر على قيادة اللعبة وتطويرها في ظل امتلاكه لأدوات العصر الحديث، وذلك بخبراته الكبيرة التي اكتسبها من الاحتكاك مع المدارس الأجنبية المختلفة. تاريخ كبير، تاريخ حافل بالإنجازات، وما شاء الله على كابتن تامر، حاجة رائعة، حاجة مشرفة للنادي الأهلي أولا، ثم أكيد لمصر في المحفل الدولي، وأكيد لازم نفتح معاه بقى كل الملفات في عالم التنس الأرضي. كابتن تامر، أكيد زمان ما كانش عندنا قناة، ما كانش عندنا سوشيال ميديا، أكيد بقى يعني طالب منك تعرف جمهور الأهلي الكبير بمين كابتن تامر الصاوي في عالم التنس. والله يا خالد المشوار طويل جدا. ابتدى طبعا اتولدت سنه 72، وحبي للتنس ابتدى في النادي الاهلي، كان والدي بيلعب هنا وكان المدربين يعني دايما بيشجعوا ان الواحد يلعب اكتر وقت ممكن في خلال الاسبوع الاول، يعني الاسابيع الاولانيه من عمري. فكان الواحد بيخلص المدرسه وبيجي يتمرن شويه لغايه ما لقوا ان يمكن في موهبه موجوده، فابتدوا الحمد لله يشجعوا الموهبه ديت، وقدرت ان انا ابتدي بقى العب بطولات ويعني ابتديت احصل على مراكز متقدمه. ويعني عشان اختصر لك، وانا عندي 15 سنه بالعكس يعني كسبت بطوله مصر الاهليه للرجال، وده طبعا كان حدث بالنسبه لي انا وبالنسبه لمصر كان حدث كبير جدا. فابتدى طبعا والدي يدور على الخطوات اللي بعد كده، لان يعني اما اكسب بطوله رجال في عمر صغير كده، هو عارف ان الاهداف اللي كان نفسنا نحققها واللي عايزين نوصل لها وكلاعب مصري وكلاعب النادي الاهلي اولا واخيرا، ده طول عمري طبعا من زمان يعني اكيد. يعني ابتدى ان هو يدور على ايه الخطوات الثانيه المناسبه اللي نقدر نعملها، فكان احد الخطوات ان احنا نبص على منحه دراسيه في الولايات المتحده. كويس. وساعتها سافرت قعدت في اكاديميه لمده سنه ونص، وبعدين التحقت بجامعه لويزيانا. كويس. ولعبت 3 سنين أو 4 سنين لجامعه لويزيانا، وخلصت الثالث على امريكا سنه 93. ما شاء الله. وده برضو كان انجاز كويس بالنسبه للاعب مصري. وفي الوقت ده كنت انا يمكن الوحيد اللي موجود في امريكا في الفتره دي، ما كانش لسه في حاجه اسمها امريكا نطلع وندرس ونحترف خالص، ما كانش موجوده. بس عشان برضو الواحد يقول الحق، انا مش اول واحد. يعني قبلية كان في طارق السقا وكان في احمد المهلمي. مع الاحترام للالقاب طبعا، كلهم حبايبي وكده، لكن لعيبه كبار برضو ولعبوا في امريكا قبلية. بس كان يعني يمكن خلصوا في الثمانينات. لما ابتديت انا في التسعينات كان بقى في جاب كبيره جدا، كان هما الاثنين لعيبه بس اللي لعبوا، وانا كنت اول واحد بقى ينجز في امريكا. يعني غير اللعب غير الاحتكاك، الانجاز بيبقى ليه طعم مختلف اكيد، وبيحط مصر على الخريطه وبيحط النادي الاهلي على الخريطه، وبيساعد يفتح الباب
بعد كده لما بيسمعوا عن لعيبه من مصر ابتدى السمعه تبقى لا ده في لعيبه كويسين ده عملوا وعملوا وعملوا. وبعد كده انا مضيت عقد احتراف سنه 93 وابتديت بقى رحله الاحتراف من 93 ل 98. كويس قوي. عمل رحله احتراف في امريكا. هسالك سؤال وسؤال عادي جدا وعايزك ترد بصراحه. طبعا. ليه ما رجعناش على مصر؟ هل كانت الظروف ساعتها الملائمه لاجواء التنس ما كانتش تقدر تخلي كابتن تامر الصاوي يقدر ينجز ما انجز في امريكا بصراحه شديده؟ كلاعب محترف كلاعب محترف كل تفكيري وهدفي الانجاز. ايه اللي المطلوب مني عشان اعمل الانجاز دوت؟ لازم يكون في طبعا اعداد على مستوى عالي جدا من اعداد بدني اعداد ذهني. خلي بال حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي على التسعينات فالكلام ده من زمان فكان لسه السبورت ساينس ولسه الفيزيكال ابيليتيز والحاجات دي كلها لسه ما طلعتش للمستوى اللي احنا فيه دلوقتي. تمام. فبالتالي كان لازم ادور عليها فللاسف ما كانتش موجوده في مصر في الوقت اللي انا فيه. زائد ان انا بعد ما كنت نمره واحد في رجال وانا عندي 15 سنه ايه الخطوه الثانيه اللي كان ممكن اعملها في مصر؟ جبت اخر حاجه خالص في مصر. ما كانش في خطوات متاحه ليا في مصر. التارجت او الهدف التارجت. عندك مهم. بس مثلا عشان ادي لحضرتك برضو مثل لما كسبت بطوله رجال هنا وانا عندي 15 سنه خسرت في ثالث دور في بطوله العالم تحت 16 في نفس السنه. نفس السنه. يعني شايف حضرتك الفرق كان كبير جدا. فطبعا يعني ده وضح لي ان لا ده مش اخر الطريق ده انا لسه في الاول وفي ناس كتير احسن مني. فايه اللي انا ممكن اعمله علشان اقدر احصل الناس دي. فكان الانتقال لامريكا بقى من المنطلق دوت ان انا ادرس في امريكا لان بالنسبه لاهلي طبعا الدراسه كانت مهمه جدا وبالنسبه لي انا كمان. بس طبعا انا كان تنس فتعلمت ده. انا فاكر كويس يا جماعه. بص لازم اقول لكم حاجه كابتن تامر الصاوي احنا زملاء نادي اصحاب نادي اخوات نادي عارف تاريخه كله حاجه جميله جدا 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 كان بيلعب كره قدم كويس جدا عشان تبقوا عارفين يعني. اتفضل. وصلنا يعني امريكا وبدانا رحله الاحتراف بالظبط. فيعني في 93 ابتديت بقى كمحترف رجعت اول بطولات برضو اللي هي بطولات كانت تبقى الساتلايت الفيوتشرز دلوقتي بس كانت ساتلايت. دلوقتي زي ما حضرتك عارف احنا عندنا 48 بطوله محترفين للرجال. على ايامنا كان اربعه. كان اربعه بس. فبالتالي كان غصب عني بلعب الاربعه اللي موجودين في مصر وال40 اسبوع التانيين عشان احتك وعشان افضل على المستوى دوت ومضطر ان انا اسافر ومضطر ان انا العب بره. عشان كده بقيت الاقامه او قعدت البيز في امريكا. تمام. البيز في امريكا كويس. وكان طبعا الدراسه كانت مساعده ساعتها لان انا عرفت نظام امريكا. يعني امريكا زي اي دوله ليها نظامها فالواحد بيتعلم ايه يعني ايه نظام البلد. فابتديت بقى مشوار الاحتراف فكنت بتمرن في امريكا ومقيم في امريكا وبرجع لكل متطلبات مصر من ناحيه المنتخب المصري طبعا الافريقيه والعربيه من غير ما اطلب. يعني ده كان بالنسبه لي لا انا والدي الله يرحمه عميد بحريه فبالنسبه لنا التمثيل المصري والكلام ده كله ما فيهوش نقاش. شيء مهم جدا. لا ما كانش فيه نقاش حتى من وانا صغير موضوع تمثيل البلد دوت ما كانش فيه سؤال. فانت هتعمل اللي انت عايزه لما تيجي لغايه مصر هو ده اللي هيحصل. كويس. فبالتالي كان دايما الاعداد ده بيصب في نتائجي مع المنتخب فكان يعني كان دايما في دعم للموضوع دوت ما كانش في انتقاد ليه لان كان المستفيد بلدي. أكيد. ففي الاخر طالما انا برجع وبمثل مصر وبلعب باسم مصر وبمثل مصر في الخيالج يهم البلد طبعاً. ان انا اكون بتنافس وبتمرن على نفس مستوى المنافسه العاليه اللي موجوده بره. كويس. فبالتالي ده كان يعني كان بدايه حياتي كمحترف في امريكا. خلصنا رحله الاحتراف وبدانا رحله اخرى في الحياه برضه داخل مجال التنس ما رضيتش تروح للحياه العمليه زي ما بيقول وخليتك برضه جوه الحياه الرياضيه. ما هو الحياه الرياضيه ديت يعني كانت مبنيه على سلم الاحتراف لان انا الحمد لله ربنا اكرمني وصلت ان انا يعني ترتيبي وصل ل 127 و128 على العالم في الزوجي وفي الفردي. لعبت 13 جراند سلام في الفتره ديت والقاب طبعا في الفردي وفي الزوجي. فبالتالي كاريري اللي انا قدرت ان انا ابنيه في الفتره ديت كان لازم استفيد منه في شغلي في المستقبل. وكان دايما الهدف ان الواحد يقدر ينقل الخبرات اللي هو خدها ويفتح الباب للي وراه. فبالتالي كان دايما الاتصال بالنادي الاهلي دائم في الفتره دي. انا عارف انت اهلاوي ايه؟ انا متعصب جدا جدا يعني عارف اكيد ما فيهاش كلام. وبعدين انت عارف ان اللي بيمثل البلد وعايش في الاهلي ومتربيين من واحنا صغيرين مع بعض جو النادي الاهلي مختلف عن اي جو في اكيد صراحه فمستوى تاني جدا وجزء من عيله. حتى وانا مسافر بره جزء من عيله فلما ارجع ده بيتي. دايما بتنورنا وشرفنا عشان اكيد جوه بيتك. الله يخليك. خلصت التنس واعتزلت التنس وبدات تشتغل برضو في التنس وبدات تعمل زي مركز طبعا مركز للتنس. يعني مركز تدريبي وشركه اداره اعمال للالعاب ودي كانت من 20 سنه الكلام دوت. كويس. فبالنسبه للمركز التدريبي كان بيستفيد منه طبعا لعيبه في امريكا ولعيبه محترفين مصريين واجانب.
فكان بيجي لعيبه مصريين مثلا يطلعوا يتدربوا 6 أسابيع معايا وبعدين يمثلوا مصر بره، فكانت قاعده بيستفيد بيها كل اللعيبه المصريين في ال20 سنه اللي فاتوا. فطبعا يعني دي حاجه انا فخور بيها جدا ان انا قدرت ان انا احط بصمات ولو بسيطه على شويه من الناشئين بتوعنا في خلال الفتره ديت، وشويه من اللعيبه الكبار جدا اللي انا مرنتهم في الفتره دي، اذا كان في منتخب مصر سنه 2010 و2011 او في الفترات اللي هي جالي ناشئين صغيرين 17 18 سنه وقدرنا ان احنا نساعدهم ان هم يخشوا جامعات على اعلى مستوى. فطبعا دي حاجه انا دايما بتشرف بيها. يعني اكيد خبرتك دي كلها اكيد في تعاون بيحصل مع النادي الاهلي، اكيد في تعاون مع اتحاد التنس، اكيد في تعاون جوه اسره التنس، لان انا عارف انت مدى حبك للتنس وعشقك للتنس وعشقك للنادي الاهلي وعشقك لاتحاد التنس. ايه اوجه التعاون دلوقتي بين كابتن تامر الصاوي مع النادي الاهلي او مع الجهات المسؤوله؟ بص يعني بص احنا دلوقتي بالنسبه لاوجه التعاون مع النادي الاهلي، اي اكتيفيتي جديده او اي حاجه جديده انا بعملها في مصر ببتدي بالنادي بتاعي لازم. فطبعا يعني اول كورس بعد ما اتعينت رئيس للجي بي تي سي اي او مؤسسه المدربين المحترفين في العالم كان في النادي الاهلي سنه 2014. يبقى ده لقب رئيس لجنه المدربين المحترفين في العالم. في العالم الاول يعني كانت مصر هي البدايه ليا، وطبعا كان استفاده للمؤسسه لان اسمي في مصر كان قوي، وبالتالي قدرت ان انا يعني اجمع المدربين مع بعض وقدرنا ان احنا نبتدي كورسات التدريبيه للتدريبات الذهنيه، لازاي امرن اللعيبه، ازاي امضي عقود، ازاي اتعامل مع المستوى العالي مش المدربين المبتدئين، كنا بنبتدي دايما بالمستوى العالي، فاخترنا 15 مدرب وابتدينا بيهم وكلهم دلوقتي بيرأسوا انديه الخ الخ الخ. فكانت بدايه الحمد لله موفقه جدا في النادي الاهلي. وطبعا انا ما احتجتش ان انا اشرح، مجرد ان انا جيت ووضحت للنادي والمسؤولين الفكره في خلال 48 ساعه كانت الصاله جاهزه والدعم موجود والدعايه موجوده الكلام ده بدون طلب خالص. فبالتالي يعني انا مش عارف اقول ايه، ومش يعني لو قعدت اشكر في النادي في البدايه دي من هنا لبكره مش كفايه. تامر بخليك بصراحه، في تعاون تاني قريب مع النادي الاهلي؟ بتحضر حاجه جديده مع النادي الاهلي ولا؟ والله احنا دايما يعني دايما مثلا رجعت تاني عملنا دوره تدريبيه خاصه، مش بقى دوره عامه، دوره ملهاش دعوه بالمؤسسه، دوره تدريبيه للنادي الاهلي للمدربين، دوره فنيه للمدربين وللعيبه. وكانت النتيجه ان هم مثلا بعد 6 أشهر قدروا ان هم يكسبوا الدوري لاول مره من فتره، الكلام ده اظن كان في سنتين بعدين يعني 2016 اظن 15 او 16 مش متاكد من السنه. بس طبعا التعاون استمر بقى، وبعدين المدربين كانوا بيتصلوا بيا في امريكا بالنسبه لاي مساعدات تانية مطلوبه من ناحيه السكيدول بتاعت اللعيبه، التمرين، الحاجات دي كلها، فكنت دايما متاح ليهم. واي خدمه للنادي جوه او بره ما كانتش محتاجه سؤال، يعني اكيد مش محتاجه سؤال ومش محتاجه اي رد فعل. لكن تامر بصراحه هي لعبه التنس مقصوره على بعض من فئات المجتمع، وهي الفئه اللي هقول لك معاها فلوس او قادره تصرف على التنس. هل الموضوع ده اختلف ولا هو نفس الموضوع من زمان لغايه دلوقتي؟ هو طبعا التنس لعبه مكلفه، دي ما فيهاش كلام، مكلفه تاكيد. ليه دايما مكلفه؟ عايزين نشرحها برده عشان دايما الناس بتودي اولادها وبعد كده تقول انا مش قادر اصرف، فعايز تشرح للناس عشان اقول لحضرتك يقدروا يعرفوا الموضوع شكله. اقول لحضرتك ليه؟ متطلباتها كتير، يعني مثلا المضارب والفتل والملاعب، ومحتاج كوتش تتمرن معاه، والكوتش بيتحاسب بالساعة، وبالتالي يعني انت محتاج عدد ساعات تدريب معينة. فلو الواحد بيعمل ميزانية للتنس في الظروف اللي احنا فيها دي كمان، ان ظروف البلد مش سهلة دلوقتي، ميزانية التنس اصبحت ميزانية عالية، لكن هل هي موجودة ولا لا؟ طبعا موجودة. نيجي نتكلم ايه النقص اللي موجود في المنظومة دلوقتي اللي احنا نقدر نغير او ننصح بيه. مثلا عندك كم مواهب كبيرة جدا بتدفن عشان التكاليف. يعني انت شايف من وجهه نظرك ان مصر فيها مواهب في التنس في الوقت الحالي؟ لا لا لا، حاجه تخض. لا حاجه تخض. انا لما ابتديت من 2014 لوحدك لا بجد كانت حاجه، انا كنت مذهول. لان انا مثلا لما شفت براعم النادي الاهلي هبتدي بيهم، رغم ان في نادي الجزيره ونادي هليوبوليس ونادي يعني في انديه مصر كتير جدا عندهم نفس المنظومه وعندهم نفس البراعم، ونادي الصيد الخ انديه كبيره جدا كله. مش عايز انسى حد يعني كويس. لكن ال 150 200 لعيب اللي هم بين 5 سنين و7 سنين 8 سنين الموجودين في النادي الاهلي دلوقتي، انا ما عنديش زيهم في امريكا. هرجعك لورا شويه، كابتن تامر الصاوي وهو بيلعب كان كام في كام لعيب معاك في الملعب في سنك؟ لا بص احنا يعني ما كانش الاعداد زي دلوقتي طبعا، كانت الاعداد اقل بكتير كتير، فبالتالي فرص اللعب موجوده للناشئين الصغيرين. فبالتالي المواهب دي بتلعب من 5 سنين ل8 سنين كويس ماشي. ليه؟ لانه بيلعب مرتين او ثلاثه في الاسبوع، بيلعب في مدرسه النادي. فبالتالي ما فيش تكاليف عاليه، ما بيقطعش مضارب، الدنيا سهله كويس. تيجي حضرتك بقى للنقطة التانية بقى،
من 8 سنين ل 12 سنة الصورة بتختلف تماما. ليه بقى؟ على 12 سنة أكتر من نص اللاعبين دول اختفوا. اختفوا بسبب التكاليف ولا اختفوا بسبب طبعا في يعني دراسة؟ لا مش بس التكاليف، مش بس التكاليف، في نقص في حاجات كتيرة جدا. لأن أنت دلوقتي يعني تلاقي الأهلي، النادي الأهلي بيعمل بيشتغل لوحده على المنظومة بتاعته. نادي الجزيرة كذلك، نادي الصيد كذلك، مفيش أي تعاون بينهم. ماشي، مفيش مسؤولين بتعدي على الناس دي تشوف المواهب. ما هو انت مثلا لما يكون عندك 300 لعيب، يعني عندك 20 25 منهم موهبه اللي انا شفتها حاجه مش معقوله، يعني 10% مينيمم مش موجوده في اوروبا ولا موجوده في امريكا. فالخامات اللي موجوده عندنا لا تقارن، ودي حاجه من عند ربنا واهم حاجه في الدنيا. التكمله بقى السيستم اللي بيجي بعديها كان فيه خلل جامد جدا، فبالتالي اللعيبه لما بتوصل انها 12 13 14 سنه مفيش بقى الرعايه الكافيه، مفيش النصيحه الكافيه، مفيش الاعداد البدني والذهني الكافي. نزود عليه الاعداد الفني اللي ما كانش موجود وابتدى يتقدم دلوقتي في مصر. في مصر لان احنا عملنا دورات من 2014 لدلوقتي، كل سنه بنعمل دوره كويس. وبنحاول ان احنا نزق المدربين ان هم يتعلموا اكتر الى اخره الى اخره، فابتدوا ياخدوا سيرتيفيكيشنز وابتدوا يتعلموا الكلام ده كله. لكن طبعا احنا دلوقتي يعني عشان ما تطرفش للموضوع دوت، زاد جدا عدد المدربين دلوقتي، قربوا من عدد اللعيبه يعني دلوقتي. ما طبعا ما فيش حدود للسيستم اللي محطوط، ما فيش حدود للسيستم اللي محطوط. من وجهه نظرك احنا ماشيين في التنس بصفه عامه في سيستم ولا ان سيستم اوت اوف سيستم؟ بصراحه سؤال صعب. سؤال صعب عليك. سؤال صعب. بص انا ما بحبش اللوم في اي حاجه، مش هلوم، بحب احل مشاكل. يعني احنا دلوقتي كلنا نتمنى ان كل المنظومات اللي موجوده في التنس، اذا كانت الانديه اللي موجوده، اذا كان الاتحاد المصري للتنس، اذا كان مجلس اعلى الشباب والرياضه، اذا كان اللجنه الاولمبيه، كل الانظمه ديت بنتمنى انها تقدر توفر للاعبين اللي هم عايزين. لكن نتيجه التنس في ال 40 سنه اللي فاتوا ايه؟ لا طبعا مش لا طبعا حاجه ما تردنيش. ليه؟ لان انا شفت الموهبه. وبعدين كلاعب في الاول انا تركيزي على نفسي وبس، فبحاول ان انا اوصل لاعلى مستوى زي اللعيبه المحترفين اللي عندنا دلوقتي اللي الحمد لله ربنا موفقهم وماشيين كويس. بعد كده بقيت مسؤول عن النشأ الجديد، مسؤول عن اللعيبه الصغيرين اللي طالعين، مسؤول عن التنس في مصر بحكم مركزي او بحكم السنين اللي انا قضيتها في اللعب. ماشي، فلا طبعا انا غير راضي تماما عن الوضع الحالي لمصر، وما اعتقدش ان في مسؤول في مصر دلوقتي يقدر يبص على ال 40 سنه الاخرانيين ويقول لي احنا ماشيين صح. طيب هقول لك حاجه كويسه جدا، هيبقى سؤال اسهل شويه. تمام. ايه العناصر عشان نقدر نطور اللعبه؟ 1 2 3 4 يكونوا متواجدين فاللعبه تبتدي تتحرك للمستوى العالمي. ماشي، ابسط حاجه ان احنا لما نحط سيستم للديفلوبمنت في مصر او للتنميه التنسيه في مصر يكون سيستم مصري. يكون سيستم مصري. يعني الهدف ان احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ في اخطاء كتيره جدا، عايزين ننسخ سيستم فرنساوي او ننسخ سيستم امريكاني او ننسخ سيستم سويسري. كل واحد بيعمل سيستم نفسه. طبعا، ما هو السويسري عدد بطولات معين مع عدد لعيبه معين، مركزه في اوروبا معين، يعني احنا ظروفنا مختلفه عن العالم كله. فهي محتاجه ان احنا نعمل سيستم، ناخد الاحسن من كل السيستمز اللي بره، لكن نعمل سيستم مصري لظروفنا احنا وظروف الاهالي وظروف اللعيبه. ده رقم واحد. ولما السيستم ده يتعمل التواصل بين يعني مثلث التنس هو المدرب واللعيب والاهلي، وده على مدار ال 40 سنه اللي فاتوا مفيش لعيب وصل للعالميه، وفي لعيبه كتير وصلوا للعالميه، مش شرط يعني ان انا العب جراند سلامز بس. يعني اقصد في لعيبه كتير وصلت للعالميه وحققت بمجهودهم الشخصي فقط لا غير. بص، من ناحيه الاهتمام ففي اهتمام. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وقع عقد النادي. تمام. بينتمي لي او اكاديميه للتنس لرولان جاروس. تمام. ونادي قيمه 40 فدان، مساحته 40 فدان. بدا عشان كمان يستضيف البطولات العالميه في الوقت الجاي. كويسه، هي بدايه، فكره كويسه، خطوه جميله. رايك فيها ايه؟ خطوه جميله، خطوه جميله. وزي ما قلنا من الاول مفيش لعيب في الدنيا، مفيش لعيب تنس مش عايز ملعب تنس اكتر. يعني انا عايز امشي في الشارع الاقي ملعب تنس على الشمال وعلى اليمين. ولكن ده فين الخطه؟ يعني ده موقفه ايه من الخطه اللي احنا بنعملها؟ دي خطوه جميله جدا. زي ما اي مؤسسه موجوده بتحاول انها تنمي نفسها، فنقدر نقول مثلا المؤسسات اللي موجوده دلوقتي فيها ناس ممتازه وناس بتشتغل صح، وفي ناس عايزه انها تنمي اللعبه. لكن فين الرؤيه؟ يعني في قرارات لازم تكون شجاعه شويه، يعني في تغييرات لازم تحصل في المنظومه الموجوده علشان نبقى يعني معاصرين لاوروبا والامريكا.
مين اللي هياخد القرارات دي؟ التكنولوجيا دخلت بشكل مختلف غير مزبوط زمان. مظبوط. ايه الزيادات؟ ايه الجديد دلوقتي في عالم التنس الارضي؟ يعني مثلا دلوقتي لما نيجي نسجل البطولات موجوده في مصر على ايامنا كنا بنبعت اسمنا عن طريق النادي او كنا بنتكلم في التليفون والكلام ده كله ورقيا. اوكي دلوقتي في سيستم تكنولوجي كويس جدا اللعيبه بتسجل نفسها فيه الكترونيا، دي حاجه بتسهل على اللعيبه. كويس تمام. فده الشق اللي احنا بنقول عليه ايجابي. نيجي بقى للشق السلبي، مواعيد الماتشات. كويس. لو مواعيد الماتشات بتبتدي بقى مثلا الساعه 3 وتخلص الساعه 1 الصبح لما يكون عندي طفل عنده 11 سنه ولا 12 سنه وعنده مدرسه تاني يوم وعنده الساعه 1 ونص في ملعب التنس وهيصحى الساعه 6 ونص يروح المدرسه، دي نعمل فيها ايه؟ طب اقول لك حاجه بصراحه، قول. انا مره كنت مستضيف في التنس وكلموني بيبداوا 8 الصبح بيخلصوا 11 12 بالليل، فانا استغربت بيني وبينك تمام. يعني حتى قلت ايه الموضوع، ازاي اقعد 12 ساعه 16 ساعه بره البيت اطفال؟ اطفال ماشي. فده سؤال، فعشان كده بقول لحضرتك نطورها ازاي؟ ما ان احنا نقعد ندور على حلول مش نقول هو ده الوضع ونتقبل الوضع، ما هو محتاج شجاعه ليه؟ لان التغيير بيبقى دايما فيه رفض. أكيد. يعني مثلا انا لما اجي اغير اي منظومه في التنس دلوقتي الفلوس اللي موجوده فيها كم غير طبيعي مقارنه مثلا من 30 سنه. فيعني مئات الملايين جوه منظومه التنس في مصر دلوقتي. فالخوف انها تتقلب كلها بيزنس، وده اللي بيحصل دلوقتي. ان احنا ننسى التنميه. يعني انا همي ايه؟ انا سبب كل اللي انا بعمله او كل المجهود اللي انا بعمله ان انا بقدر اوصل للمدربين واللعيبه دايركتلي، مش محتاج مساعده من حد. كويس. فبالتالي انا عشان جهه خاصه مش جهه حكوميه بقدر اتحرك بسرعه جدا في قراراتي. يعني ممكن اخد قرار النهارده بكره يتنفس. ما عندكش مشكله. مش محتاج ان انا اقعد اعمل اجتماعات ومحتاج موافقات ومحتاج الخ. فبالتالي اقدر اتحرك، وده اللي احنا محتاجينه. طب لو انت لو قلنا كابتن تامر الصاوي ازاي يطور حته زي كده، يعني نغش شويه الناس كلها لهم ازاي يتمرنوا يلعبوا قد ايه، يلعبوا مثلا ماتش في اليوم ماتشين في اليوم كل 4 6 كل الحاجات الفنيه ديت موجوده في الكورسات بتاعتنا وبنديها لكل الناس ومن غير الكورسات. انا ما فيش حد كلمني على السوشيال ميديا ودلوقتي اي حد لو حابين يتواصلوا معايا في اي وقت انا تحت امره في اي سؤال، وده الكلام ده بقاله 25 سنه مش جديد. فاي حد عنده سؤال فني يتفضل، اي اهل لاي لاعب عندهم سؤال فني يتفضلوا يسالوا في اي وقت. اللعيبه تقدر تتواصل معايا في اي وقت. اي وقت. اي وقت. 24 ساعه. واتساب، فايبر، سوشيال ميديا، فيسبوك، اي حاجه، اي متطلبات لاي لاعب مصري بالنسبه لي نمره واحد. امتى هنشوف لعيب مصري يقف في جراند سلام في البطولات الكبيره في التنس؟ والله احنا حاليا عندنا لعيبه بتوصل انها تلعب جراند سلامز دلوقتي. بتوصل. لا عايز الموضوع بالاعلى شويه. لا قدامنا كتير جدا. قدامنا كتير جدا. صعب يا تامر. يعني بص مش عايز اقول هو مش مستحيل. مش مستحيل، لكن احنا ورا بكتير قوي. لان التفكير ورا شويه. لازم نغير من تفكيرنا في منظومه التنس. ما بقتش زي زمان، ما اقدرش اطبق اللي كنت بعمله من 30 سنه بالكربون دلوقتي. لا الاهالي هتتقبله، ولا الكوتشات هتتقبله، ولا اللعيبه هتتقبله. يبقى لازم يكون في ناس، يعني اهل للثقه، ناس صغيره في السن بتتواصل مع الاهالي، بتتواصل مع المدربين عشان نقدر نربي جيل جديد. وبعدين انا سمعتك في المقدمه اتكلمت كويس جدا عن الالتزام. وده نقطه بقى، يعني من عيشتي انا في امريكا اقدر اقول لك ما بيجي لي الاحتراف والتزام اللاعبين بالاحتراف. انا بيجي لي لعيبه كتيره جدا من مصر، ودي بالنسبه لي بتبقى فظيعه، لان احنا بنقول مثلا التمرين في الساعه 9 في امريكا، 9 الباب بيتقفل، فاللي جاي 9 و5. عايز نتكلم بما انك جبتني في الحته دي، عايزك تتكلم معايا في موضوع الالتزام اللعيبه بينطبع عليه ازاي؟ يعني عايزك تنصح اللاعبين في مصر بصفه عامه في الرياضه المصريه. تمام. بنتكلم على الالتزام، يعني ايه كلمه الالتزام بالنسبه للعيب، وازاي يقدر بيكسب بيها حاجات كتيره لما يلتزم في مواعيده والتزامه جوه الملعب. الالتزام بالنسبه للاعب ان هو بيحط التنس دوت كحاجه درجتها عاليه في حياته. يعني مهمه جدا. فبالنسبه للتمرين مثلا، لو انا التمرين عندي الساعه 11 المفروض اتواجد 10 ونص او 11 الا ربع ماكسيمم. 11 الا ربع ليه؟ رقم واحد، اللعيب لما بيخش نفسيا وعنده وقت بيبقى مرتاح. صح. فبالتالي بيسخن كويس ماشي، وحضرتك لعيب وعارف الكلام اللي انا بقوله. غير بخش جري على الملعب، جري جري، بخش متاخر 10 دقائق المدرب هيرميك في اي ملعب اوريدي سخن. فبالتالي انت مش جاهز ان انت تادي الاداء المطلوب. فانت بتضر نفسك. وممكن بقى الاصابه بقى والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. يبتدي ان هو الالتزام مثلا، يعني مثلا لو بصينا للناس اللي عايزه تاخد منح في امريكا. كويس كويس. لان انا مثلا كان الموضوع مقفول، محدش عارف نعمل ايه عشان نروح امريكا. فانا ببساطه شديده جدا حطيته على الويب سايت بتاعي، وحطيته في الكورسات، وحطيته في الكلام ده كله. المطلوب 1 2 3 4 5.
كويس. لانه بيبتدي مثلا واللعيبه عندها 15 سنه. طيب احنا عرفنا دلوقتي ايه المطلوب. كويس. هل بنشتغل عليه؟ برضه لا. برضو لغايه لا. النهارده بيجي لي لعيبه في اخر شهرين او ثلاثه قبل الجامعه. طب كوتش بقى حطنا او ساعدنا او الحقني انا لازم اخش. لا الدرجات تساعد ولا المستوى بيساعد. متاخرين احنا شويه عن 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 السرعه مع التنزل. متاخرين اربع سنين. اربع سنين احنا مش يعني احنا مش بنتكلم بنتكلم على معلومات موجوده دلوقتي. يعني الولد اللي عنده 15 سنه لازم يبقى عارف ان درجاته في الدراسه هي اللي هتدخله جامعه في امريكا ولا لا. فبالتالي لازم يبقى فاهم الكلام ده كله. مش بس التنس، مش هيلعب تنس كويس حتى لو لاعب رقم واحد في الجمهوريه. لو عايز منحه في امريكا، لو درجاته مش عاليه كفايه مش هيخش، مش هيتقبل. فهي مش تنس بس. مش تنس بس. بس. طيب خلينا نقول لعيب التنس بقى يبدا كام سنه؟ بالنسبه لكابتن تامر الصاوي يبدا الموضوع 3 4 سنين ولا يبدا 6 سنين؟ 3 سنين يمكن صغير شويه، يعني احنا بنقول 4 سنين ميعاد محترم جدا. ميعاد محترم جدا. من يعني لو ابتدى من اربع سنين انا شايف ان ده ميعاد محترم، ميعاد كويس جدا. مقاس المضرب ووزن المضرب وكل ده مختلف عن دلوقتي طبعا. يعني مقاسات المضرب بالنسبه للصغيرين مختلفه. زمان على ايامي كنا بنقطع المضرب الخشب في الثمانينات وكنا بنلعب بيه، وكان دلوقتي لا، دلوقتي المضرب بتتعمل بالمقاس. فكل ولد ليه المضرب بتاعه، ليه الكره بتاعته والكلام ده كله. يعني ارجع اقول لحضرتك الحاجات الفنيه دلوقتي على مستوى اعلى بكتير وموجوده. التنس موهبه ولا تدريب؟ انا اقول تدريب، لان التدريب اللي بيطلع تدريب. تدريب تدريب مش موهبه. لا مش ميسي. لان انت يعني لو قلت التنس موهبه الاولاد هتبطل تشتغل. فانا بقى كمعلم او ككوتش او كواحد يهمني الجيل الجديده انسى موضوع الموهبه. الموهبه تفرق لو الشغل واحد. لو ده اشتغل وده اشتغل اللي عنده موهبه اكتر يكسب. لكن لو واحد عنده موهبه اكتر واحد عنده شغل اكتر، اللي عنده شغل اكتر بيكسب 100% طول الوقت، وبالتالي الالتزام والشغل ملوش مثيل. ما تقدرش مثلا ان انت تطلع لعيب بعدد ساعات تدريبيه اقل. لو هو محتاج ان هو يتمرن 20 ساعه في الاسبوع مش ممكن هتمرنه 5 6 ساعات ويحقق النتائج المطلوبه. تامر بص الوقت عدى معاك بسرعه جدا والله. طبعا. عندي اسئله كتيره كابتن هاري. قال ال ال الرعايه في التنس طاوله في سوري في التنس الارضي مش موجوده، اللي هو الرعاه. هل دخول الرعاه هيفرق كتير في تطوير التنس في مصر؟ بص انا ما بحبش الاعتماد على اي حد خالص. موضوع الرعاه مش موجود. كلامك حاد جدا. قاطع قاطع الحقيقه من الاخر. من الاخر ليه؟ لان اللي هيقول لك مفيش رعايه ومفيش تدريب والمدربين مش كويسين والملاعب وحشه، طب خلاص يقعد في البيت. بلاش تلعب بقى تنس. لو هتلعب تنس احنا كلنا اتربينا في الملاعب دي. طبعا. ماشي؟ عندك شوارع في مصر بالهبل. البس وانزل واجري. وكابتن خالد عارف الكلام ده كويس جدا. كنا زمان كنا بننزل نجري 5 كيلو ونلف الجزيره والكلام ده كله. مزبوط. دلوقتي لا، دلوقتي في انترفال تريننج وفي سبرنتات وفي وفي وفي. اعمل الكلام ده كله. هل اللعيبه بتاعتنا فيزيكلي جسمانيا على مستوى عالي؟ دي سببها ايه؟ ما هتقول لي سببها ان مفيش مدربين كويسين، وسببها ان الولاد مش عايزه تضحي، مش عايز يتعب. فلا انا ما علقش الشماعه على الموهبه والرعاه. الرعاه عمرهم ما كانوا موجودين، وكنا بننزل وبنلعب برضه الحب اللعبه. مش للفلوس. اكيد دلوقتي دخلت فلوس في الموضوع. فبالتالي عشان كده بقول لحضرتك حاسبه، بقول لمصر بالكامل حاسبه انها تقلب بيزنس بس. الولاد هتخسر حب التنس. مثلا منتخباتنا القوميه ماشي، فين الوطنيه؟ يعني انا شايف ان الوطنيه لازم تعلى عن كده كتير. لما يجي تمثيل مصر يتقال لازم الولاد كله يقف مخضوضه. لازم مخضوضه. مش اقعد ادور على كوتش اطلعه مع المنتخب. يعني دي حاجات مش ممكن. طب خلينا نواجه رسائل مهمه. طبعا. في اخر الحوار. طبعا. لان بقولك الاسئله كتيره ما خلصناش. براحتك. ان شاء الله هنحاول نجيب كابتن تامر الصاوي تاني، وهو متواجد في مصر لازم نجيبه تاني. أكيد. لكن خلينا عايزك توجه رساله اتحاد التنس، تقول لهم ايه؟ لاتحاد التنس؟ اتحاد التنس طيب. للاتحاد كمؤسسه ولا الاشخاص اللي موجوده فيه؟ انا بفصل الاتحاد كمؤسسه. معلش يعني خلينا نتكلم الاتحاد كمؤسسه، يعني الاشخاص اللي فيه كلها كل الاحترام الى اخره الى اخره الى اخره. بالظبط. فالاتحاد كمؤسسه انا اتمنى ان يكون في الشجاعه الكافيه لاتخاذ القرارات المطلوبه للفتره اللي جايه، لانها فتره محتاجه تغييرات ومحتاجه ناس تقدر تاخد قرارات وتقف وراها بقوه شويه، وما يكونش فيه الخوف اللي موجود. اولياء امور التنس طاوله، امور التنس الارضي، أولياء أمور الأولياء، نصيحة. نصيحة. تقول لهم إيه؟ الولاد هي اللي تقود، مش أولياء الأمور. ما تاخدش الولد يتمرن، لو مش عايز يتمرن قعده في البيت. لأن أنت بتروح بتصرف فلوس على الفاضي، بتدفع له إن هو يتمرن، وأنت اللي بتزق. لو اتعود على كده هيستناك في كل مرة تزق. ومش ده المطلوب. لو إحنا عايزين نطلع ناشئ
في شويه ثقه هو ده بالنفس. انت قلت حب التنس في الاول، حب التنس. لو الولد، لو الولد عايز تعاقبه تقعده في البيت يعيط عشان التمرين عدى عليه، ده ولد هيوصل. ده ولد لو الولد عايز تعاقبه تقعده في البيت سوري توديه التمرين يبقى كده هيفشل. هيفشل. فالولد هو اللي يقود مش ولي الامر. والعلاقه طبعا بين الاولياء الامور والكوتشات لازم، دي محتاجه حلقه لوحدها. حلقه لوحدها. انا مش هي نصيحه للمدربين في التنس. مدربين التنس تقول لهم ايه؟ اقول لهم الحاله النفسيه لاي لاعب اهم من التنس واهم من الدراسه واهم من كل حاجه. لازم اللاعب اللي انت بتتولاه تكون اخ واب وصديق وتهتم بيه. الموضوع مش بيزنس، الموضوع موضوع ان انت بتبني علاقه مع طفل صغير، والناس اللي عندها اولاد هتفهم الكلام اللي انا بقوله. ماشي. صح. بيحبك وعايز يبقى معاك ونفسه يرضيك. لو انت وصلت لدي تقدر تخلق ابطال، وتقدر هيعمل كل اللي انت بتطلبه منه، ويوم ما يقول لك انا تعبان هتصدقه. لو صحيح. العمليه عمليه بيزنس وفلوس فقط هنمشي في طريق يعني نهايته في منتهى السوء، وانا خايف خايف على الاجيال الجديده من الكلام ده. نصيحه للاعبين، ناقص لنا اثنين، اخر نقطتين خالص. نصيحه للاعبين، الالتزام، الالتزام رقم واحد، والاحترام. الاحترام، احترام المدرب واحترام الاهل. يعني دول ناس دلوقتي يعني بياخدوا، يعني في ناس دلوقتي بتضحي ببيوت وعربيات وكلام زي ده علشان يمرن الولد تنس وعشان يوديه يتمرن. لو الولد ده مش عارف قيمه التضحيه دي يبقى في مشكله كبيره كده، في مشكله كبيره جدا. كلمه اخيره من كابتن تامر الصاوي المتعصب الاهلاوي لجمهور الاهلي العاشق للرياضه. والله اولا انا لازم اشكر البرنامج واشكر حضرتك واشكر مدام عزه واشكر كل اللي اعدوا البرنامج على استضافتي. يعني فعلا حلقه جميله جدا، وانا يعني اشكركم كلكم عليها. ربنا يكرمك. كلمه لجمهور الاهلي مش بقى. عارف لان الكلام، انا هقول لحضرتك حاجه. لما اولادي يبقوا قاعدين بيتفرجوا على ماتش الاهلي وبيغنوا من ثالثه شمال في امريكا تمام، يبقى مش محتاج ان انا اشرح اكتر من كده. تمام. فيعني لا يعني الاهلي، الاهلي فوق الجميع، خط احمر. وانا يعني في زي كل شباب النادي الاهلي، يوم ما هطلب للخدمه انا مستعد في اي وقت. هتكون موجود؟ هكون موجود، مش محتاج مكالمتين، هي مكالمه واحده. هي في سؤال معلش انا بختم بس لازم اتفضل. اسرتك اسره رياضيه؟ كابتن داليا الشيخ لازم نتكلم عليها لان فعلا لازم، ده مش هينفع تروح كده. لا يعني داليا، داليا مراتي برضو كانت بطله مصر طبعا ولعبت في الفيت كاب كتير ويعني الحمد لله لان هي دلوقتي شايله الاولاد لان هم شبطوا في موضوع التنس. يعني عندي ملك بناتك ونور. ملك ونور بيلعبوا تنس؟ بيلعبوا تنس. انت بتمرن ولا؟ انا عايز اقول لك للاسف بيلعبوا تنس لان اللي حصل لي في حياتي صعب يتعمل مرتين. فانا بحاول اقول لداليا ان هي تتولى شويه لان داليا هنا بتمرن؟ يعني بص انا طبعا موجود وبساعد طبعا، لكن بحط ضغط عليهم زايد لان كوالد يعني هم عايزين يرضوني اكتر من اللازم. صح. فوجودي في ماتشات ولادي بيسبب عليهم ضغط فانا ما بروحش خالص. ماشي. فيعني هي بتتولى طبعا النقطه ديت ومن غيرها في حاجات كتيره جدا انا يعني ما كنتش اقدر اعملها في حياتي لان السبورت اللي هي بتديهوني والسبورت ان الولاد بيدوني في الفتره دي هو سبب من اسباب نجاحي يعني طبعا بفضل ربنا اولا. تامر الصاوي نورتني وشرفتني. الله يخليك. حلقه ثانيه معاك. الله يخليك. اكيد اكيد، الف شكر يا خالد. ميرسي يا كابتن تامر. كابتن تامر الصاوي فعلا يعني حاجه جميله، حاجه مشرفه جدا للنادي الاهلي ومشرفه جدا للتنس، ولازم كلنا نستفيد من كابتن تامر الصاوي. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل كباتننا الكبار في السباحه وانجازات عن السباحه في النادي الاهلي. اهلا بيكم في الفقره الحواريه الاخيره في برنامج العاب الصالات. النهارده زي ما شفنا تجربه ناجحه لكابتن تامر الصاوي نجمنا في التسعينات، خلينا نشوف النجوم الحاليين في ابطال السباحه، لان فعلا العاب الماء دايما نتائجها مشرفه ونتائج مبهره داخل المجمع حمام السباحه، وفعلا في شغل كبير جدا بيحصل داخل السباحه، وفعلا ما شاء الله عليها انجازات وابطال كثيره جدا في السباحه. قدامنا نجوم النهارده كبار جدا، معانا كابتن تامر زينب احد نجوم النادي الاهلي واحد نجوم مصر في السباحه، والنهارده هو المدير الفني لنادي اهلي الجزيره. كابتن تامر مدير فني للسباحه، مظبوط؟ منورنا ومشرفنا. انت صحيح.
ومعانا كابتن برضو نجم من نجوم الاهلي والسباحه ومصر وحاجات كتيره جدا، كابتن ثروت ماهر المدرب العام. كابتن ثروت منورنا وشرفنا. منور يا كابتن خالد. ومعانا بقى ايه الدينامو اللي هو يعني كل حاجه، اللي هو بيعمل كل حاجه في السباحه، حد مهم جدا داخل جهاز السباحه، كابتن احمد اسعد المدير الاداري. كابتن احمد منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا كابتن خالد، ربنا يخليك. قلقان من الاسئله ولا حاجه؟ لا لا خالص، اسئله كتير زي ما انت شايف. ان شاء الله. كابتن تامر، اكيد السباحه يعني هي الوقت الكبير للاعبين، معظمهم بيقضون جوه السباحه، واكيد بحكم خبرتك ولعبك وتدريب وحاجات كتيره. استعدينا ازاي لبطوله الجمهوريه اللي قدرنا ما شاء الله حققنا الدرع العام كل حاجه؟ والله احنا استعداداتنا ما بتقفش، سواء كان في بطولات ولا لا، احنا على طول عندنا مواسم متلاحقه ورا بعض. الموسم بتاعنا غالبا بيبدا في شهر 5 بعد الاولاد ما بيخلصوا امتحانات. بنبدا فتره اعداد حوالي شهر، وبعدين بنبدا الاتحاد بينزل النشره بتاعته، بنعرف مواعيد البطولات امتى، وبعدين بنخش لبطوله القاهره اللي هي بتبقى غالبا مؤهله لبطوله الجمهوريه. ودي بتبقى يعني اول ستيب لينا. معظم الفرق بتنزل محمله طبعا، لان احنا معظم السباحين اللي عندنا ابطال، فمش محتاجين نخفف قوي على بطولات القاهره، معظمهم بتصعدوا يعني. وبيبقى التارجت بتاعنا بطولات الجمهوريه لانها هي المحك الاساسي لسباحينا كل سنه. فبالتالي الاعداد بتاعنا بيفضل مستمر لغايه بطوله الجمهوريه اللي بتبقى غالبا في شهر 11 في جميع الاعمار. طبعا بنركز جدا على كل سنه بيبقى عندنا فرقه جديده داخله المنافسات، زي السنه اللي فاتت كانوا 2008، السنه دي 2009. ودول طبعا بنديهم اهتمام بطريقه خاصه جدا، لان هم لسه يعني ستيب 1 في السباحه. بنحاول بقدر الامكان يعني يبقى نحط كمان يعني مدربين على كفاءه عاليه جدا في السن ده، بحيث ان احنا نبدا نبني جيل كويس جدا لتدعيم النادي الاهلي على المستوى العمومي والاعمار بعد كده. لو احنا ما بدأناش صح في الـ في الـ في الجيل بتاع 2008 او 2009 او سواء او 2010، بعد كده مش هنلاقي خامه نقدر نشتغل عليها احنا كمدربين كبار. فبالتالي التعداد بتاعنا بيبدا من قبل السيزون بشويه. كل ما الفرق بتبقى بدري وكل ما بنجمع الفرق بدري، ده بيدينا طبعا تشانس ان احنا نختار احسن العناصر تفيدنا بعد كده قدام. تمام. كابتن ثروت، النادي الاهلي في قطاع السباحه مهيمن على قطاع السباحه، الناس يعني الكلام ده مظبوط ولا الكلام ده رايك ايه؟ والله هو احنا في اخر بطوله اللي هي تعتبر البطوله الاساسيه في السيزون، خدنا في المراحل من 14 سنه لحد العمومي ال 12 كاس بتوع المراحل كلهم، ولاد وبنات. ولاد وبنات، عشان الكلام واضح. تمام. فطبعا غير كاس عام الناشئين وكاس كاس عام الناشئات وكاس عام الرجال وكاس عام السيدات وكاس عام البطوله يعني. فده الحمد لله ده انجاز كويس، وزي ما تعودنا يعني ان فرقه السباحه في النادي دايما بتاخد القدر الاكبر من الكاسات في البطوله ان شاء الله يعني. في ارقام جديده اتحققت جوه البطوله دي ولا ما عندناش سباحين كسروا ارقام؟ لا احنا عندنا لاول مره في بطوله الجمهوريه اللي فاتت دي ناخد كاس احسن رقم او كاس احسن سباحه او احسن سباح في جميع المراحل. برضو يعني خدنا في كل المراحل يا اما كاس احسن سباح يا اما كاس احسن سباحه يا اما كاس احسن رقم سواء اولاد او بنات، وده يعتبر يعني انجاز جديد اتضاف لنا السنه دي. يعني ما شاء الله جهاز السباحه السنه دي شال كل الكؤوس، راح البطوله الجمهوريه شال كل الكؤوس ومشي من اول 14 سنه لحد رابع، من اول 14 سنه لغايه العمومي. كابتن احمد اسعد، اكيد عليك دور كبير، 3000 سباح ولا 5000 حاجه كده، رقم كبير قوي، بيقولوا سباح فيها 5000 سباح حاجه كده، رقم كبير يعني. اكيد ودورك بين الانديه الاهلي والجزيره ومدينه نصر يعني، فاهم، الثلاثه كتير يعني، والشيخ زايد عفوا. ففي دور عايز اعرف الناس الدور الاداري الكبير اللي بتعمله. طبعا بالنسبه للدور الاداري احنا بنكمل بعضينا ما بين جهاز اداري وجهاز فني. تعاون ما بيننا على طول مستمر، زي ما قال كابتن تامر ان احنا بنعمل اعداد للسيزون اعتبارا من شهر 5 او شهر 6 بالتحديد. تزاحم البطولات كلها ورا بعض ما بين البطوله وبطوله حوالي شهرين شهر ونص، ده بيبقى يعمل علينا عبء كبير جدا. الحمد لله احنا جهاز اداري كبير، جهاز اداري محترم، جهاز اداري قوي. بنقدر ان احنا نوزع نفسنا على الثلاث فروع. بنحاول ان احنا على طول بيبقى في تدعيم للجهاز الفني بكل طلباته اللي هو بيطلبها مننا، بحيث ان احنا نسخر لهم كل الامكانيات اللي هم محتاجينها، بحيث ان احنا يبقى داخلين بقوه كالعاده في البطولات. بدانا احنا السيزون زي ما كابتن تامر في شهر 6 بدانا بطوله كاس الاتحاد. البطوله دي الاتحاد عملها للمره الثانيه وبدا بيها بمرحله 10 سنين. الفرقه دي كانت فرقه 2009.
ده اول مشاركه ليهم في بطوله كاس الاتحاد او بطوله رسميه. بيبدا ان احنا نعدهم، نبدا نشوف ان احنا المرحله دي محتاجه ايه، محتاجه تدعيم ازاي، بنبدا نتابع مع الجهاز الفني ايه الطلبات اللي هم بيحتاجوها، لان عندهم ان شاء الله اول بطوله رسميه برده في شهر 2 الجاي. بعد كده دخلنا بعدها على طول بطوله القاهره، ما فيش بالظبط حوالي شهر نبدا نحضر لبطوله القاهره على طول. تمام على طول. يعني انت شغال 24 ساعه؟ 24 ساعه الحمد لله شغالين بالجهاز الاداري كله، ما حدش يعتبر تقريبا بيروح. البطوله بنشترك بيها حوالي لا يقل عن 500 سباح. بس حسستني ان انت قاعد في النادي وكلهم في الفنيين قاعدين، انت اللي قاعد في النادي بس. لا، الجهاز الاداري بصفه دايما موجود في على مستوى الثلاث فروع، لان طبعا اللود علينا بيبقى كبير. طلباتهم كتير جدا ما بيسيبوناش في حالنا. ايه اكتر طلب ضايقوك فيه، تعبوك فيه يعني بيتعبوك فيه؟ الطلبات العادية الدورية بالنسبة لموعدهم، بيحتاجوا مواعيد كتير جدا، بيحتاجوا جيم كتير جدا. على طول بيبقى حسب اختلاف البطولات طبعا، بيتالي ان هم بيحتاجوا ان هم يغيروا مواعيد كتير جدا. كثرة اعداد الفرق دي طبعا عندنا عبء كبير جدا. والممارسين الايه؟ والممارسين اكيد. والممارسين طبعا. لكن احنا بنتكلم بالتحديد على قطاع البطولة. عندنا كمية أعداد كبيرة جدا على مستوى الثلاث فروع. بنحاول إن احنا نستوعب أكبر الأعداد، بنحاول إن احنا كل سنة بنرحل فرقة قطاع منافسات وبنستقبل فرقة قطاع براعم وبنستقبل فرقة أو مواليد جديدة في قطاع المدارس بصفة سنوية. مشاركات السباحين طبعا الأعداد كبير جدا، بيبقى علينا لود كبير شويه يعني. لود كبير شويه على كابتن احمد اسعد، لكن اكيد الجهاز كله. لكن خلينا نتكلم عن الناحيه الفنيه وهي الاهم. والناحيه الفنيه كانت في البطوله زي ما كابتن ثروت قال، ما شاء الله كسبتوا كل الكؤوس. الكلام ده اكيد اتخطط له، واكيد الهدف بيبقى عندكم اهداف ورا بعضيها. لما تكسبوا كل الكؤوس، ايه الهدف اللي جاي؟ احنا دايما ما عندناش طموح بيقف يعني. احنا دايما عندنا من زمان حتى واحنا ما كنا سباحين، البطولات القاهره او الجمهوريه دي، دي زي ما تقول كده حاجه بدايه للانطلاق لبره. لان احنا اول ما سباحيننا بيبقوا على مستوى كبير او مستوى عالي، بيحققوا كواليفايد تايم، على طول بيطلعوا بره او بيطلعوا امريكا او بيكملوا دراستهم وكمان بيكملوا السباحه بتاعتهم. فاحنا بيبقى عندنا دايما يعني نظره في موضوع السباحين واختيارهم وانتقائهم ان هم يكملوا في المستوى الاعلى. طبعا الثلاث فروع بنقعد كمديرين فنيين بنقعد مع بعض، اولا بنحط خطه للسباقات، لان في ساعات بيبقى عندنا دروب فورمه معينه فلازم نغذيها شويه. بنركز شويه على ايه المنافسين بتوعنا هم جامدين في ايه. فبنحاول نحط استراتيجيه كده عامه. كابتن علام طبعا بيقعد معانا على طول، الراجل يعني ما بيروحش برده. كابتن وائل، كابتن فاضل، طبعا الناس دي طبعا مدينا فري هاند ان احنا نشتغل، بس كابتن علام طبعا بصفه اساسيه هو قاعد معانا في المطبخ طبعا، كتر خيره جدا. فبالتالي طبعا احنا بنقعد دايما عارف يعني اندر سيج على طول، يعني على طول عندنا ان احنا لازم نشتغل، لان البطولات ورا بعض يعني نخلص طويله نخش في قصيره على طول. فدايما بيبقى عندنا استراتيجيه، ودايما بيبقى عاوزين بناخد يعني اكبر عدد من الميداليات واكبر عدد من النقط، لان بعض البطولات بتبقى ميداليات وبعض البطولات بتبقى نقط. فحتى لو احنا كسبنا مره البطوله ميداليات بنقلبها نقط، احنا كاسبين ولا مش كاسبين برضو. ولو خدناها نقط بنقلبها ميداليات، احنا كاسبين ولا مش كاسبين. انت عايز تكسب في الناحيتين، لان احنا بنصادف ساعات البطوله بتبقى نقط وساعات بتبقى ميداليات. فانا لازم اكون جاهز في الناحيتين، لو نقط يبقى لازم ادخل عدد السباحين كلهم يبقوا جاهزين، ولو ميداليات لازم انتقد السباحين اللي هيجيبوا لي ميداليات ذهب، لان هي اللي في الاخر بكسب بيها البطوله او بخسر. جنب التتابعات طبعا، جنب ان احنا كمديرين فنيين طبعا لازم نقعد مع المدربين جميع المراحل كل فرع، عشان كل واحد لو عنده مشكله او عنده اي حاجه بنحاول نحلها قبل ما نخش البطوله، بحيث لما نخش البطوله ما عندناش حاجه اهم من احنا نحقق التارجت اللي احنا دخلناه. احنا ناقشنا كتير جدا ووصلنا لمرحله ان احنا كل واحد قال كل ارائه وايه الدفوهات اللي عنده، عشان خاطر لما ننزل بطوله ما عندناش وقت بقى نفكر طبعا. احنا عندنا وقت ننفذ. فالحمد لله الخطه دي بتنجح، بقى لنا كذا ثلاث اربع سنين بنستخدمها يعني، والحمد لله بتنجح على جميع المستويات. دخلنا السباقات اللي احنا نجيب كل الكؤوس، ولا كان في عندنا مرحله كانت ممكن تقول لنا يا كابتن ثروت بصراحه؟ لا، احنا السنه دي كانت المنافسه جامده جدا. يعني مرحله العموم رجال السنه دي احنا عندنا مجموعه سباحين بيعوموا بره كويس. طبعا كان عندهم ارتباطات دوليه، ما قدروش كلهم يعني، ما كانش عندنا حد منهم موجود معنا في البطوله. احنا في الدراسه طبعا. كان عندهم ارتباطات. نادي سبورتنج كان عنده اثنين سباحين بيعوموا بره قدر يجيبهم. ف كنت تصرف عايش هقطع عليك بس عشان بيقولوا المايك في مشكله عندك من الاخر. فخلينا نطلع تقرير عن السباحه وترجعوا لنا مره ثانيه عشان نتكلم عن انجاز السباحه والفوز ببطوله الجمهوريه.
نجحت فرق السباحة بالنادي الأهلي بقيادة رئيس الجهاز وائل عزت في فرض سيطرتها على بطولات الجمهورية التي أقيمت في الفترة من 16 من نوفمبر الماضي واستمرت حتى 5 من ديسمبر الجاري على حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي. حصل المارد الأحمر على المركز الأول في الترتيب الخاص بالدرع العام برصيده 523,857 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه نادي وادي دجلة الذي حل ثانيا فيما جاء نادي سموحة في المركز الثالث. وجاءت نتائج النادي كالتالي: نجد أن مرحلة العمومية حصل فيها الأهلي على المركز الأول برصيد 39,504 نقاط، وجاء من خلفه سبورتينج في المركز الثاني وسموحة في المركز الثالث. توج الأهلي بكأس الناشئين برصيد 240,997 نقطة، فيما جاء وادي دجلة في المركز الثاني وسموحة في المركز الثالث. كما فاز النادي الأهلي بكأس الناشئات برصيد 24,630 نقطة، وجاء دجلة في المركز الثاني والصيد في المركز الثالث. بالنظر للتفاصيل نجد أن مرحلة 15 سنة للناشئين حقق فيها الأهلي المركز الأول في الترتيب العام برصيد 31,548 نقطة. توج أحمد سامح السيد بكأس أفضل سباح برصيد 5,477 نقطة، وكأس أفضل زمن بزمن يقدر ب 16.14.30. في مرحلة 15 سنة ناشئات جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 24,067 نقطة، وتوجت سارة سليمان سعيد سباحة النادي بكأس أفضل رقم بزمن يقدر ب 32.98. في مرحلة 16 سنة ناشئين فاز الأهلي بالمركز الأول برصيد 30,111 نقطة، هو ما تكرر على صعيد الناشئات برصيد 23,145 نقطة. كما فازت فرح ثروت ماهر سباحة النادي بكأس أفضل سباحة بزمن يقدر ب 5,276 نقطة. في مرحلة 17 سنة ناشئين جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 29,224 نقطة، كما حقق المارد الأحمر الصدارة على صعيد الناشئات برصيد 23,019 نقطة. في مرحلة 18 سنة ناشئين فاز الأهلي بالمركز الأول برصيد 29,785 نقطة، وفاز محمد عادل محمد مصلحي بكأس أفضل سباح برصيد 5,475 نقطة، وكأس أفضل رقم بزمن يقدر ب 8.14.30. في مرحلة 18 سنة ناشئات جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 32,977 نقطة، أما في مرحلة 19 سنة ناشئين فاز الأهلي بالمركز الأول برصيد 33,374 نقطة، وفاز يوسف هشام عادل بكأس أفضل رقم بزمن يقدر ب 24.98%. في مرحلة 19 سنة ناشئات جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 24,988 نقطة، كما فازت ساندي أيمن عاطف بكأس أفضل سباح برصيد 5,347 نقطة، وكأس أفضل رقم بزمن 9.10.98. زي ما شفنا في التقرير ما شاء الله إنجاز كبير للسباحة في النادي الأهلي، وإنجاز تحقيق ميداليات كثيرة وبطولات كثيرة داخل النادي الأهلي وبطولة الجمهورية، فعلا كؤوس كثيرة. لكن كنا قطعنا مع كابتن سارة الكلام عشان كان في مشكلة في المايك، لكن نرجع لشكل المنافسة مع النادي الأهلي مع كابتن ثروة. كابتن ثروة تقول لي شكل المنافسة مع النادي الأهلي كنا بنتكلم فيه. احنا البطولة كانت بطولة قوية، المنافسة كانت جامدة مع كذا نادي، مع نادي وادي دجلة ومع سبورتنج ومع سموحة. احنا كسبنا بطولة العمومي رجال في آخر سباق، في آخر سباق يعني آخر سباق آخر سباق، يعني فضلت البطولة متعلقة لحد آخر سباق. وكنا احنا وكابتن أحمد أسعد وكابتن علام بنحسب كل نقط في كل سباق، يعني السباق يطلع نحسب النقط بتاعتنا كل ثانية كل سباق على طول. تخيل حضرتك بعدين النقط بتحسب على حسب الرقم اللي جابه السباح، فممكن ثانية واحدة تكسبنا نقط أو تخسرنا. وفضلنا متعلقين لحد آخر تتابع، والحمد لله ربنا كرمنا في الآخر، وكانت يعني بطولة صعبة يعني.
بطولات صعبه صعبه جدا. اكيد بنشكر وبنبارك لكل الجهاز بقياده كابتن وائل عزت صديقي العزيز وهو رئيس الجهاز، وفعلا ببارك له وبارك لكل الناس في اسره السباحه على الانجاز الجميل اللي عملوه للمدارس الاهلي وحصد بطولات. لكن اكيد كل انجاز مع تقرير بيقدمه الجهاز الاداري وبيقول ارقام، وكل الناس بتحب الارقام والاحصائيات عن السباحه. اكيد كابتن احمد معاك بقى احصائيات وارقام مين اشترك وكم نادي وكل الكلام ده، عايزين نعرفه من حضرتك. بطوله الجمهوريه اشترك فيها 61 نادي على مستوى الجمهوريه. كويس. احنا كنادي اهلي اشتركنا بحوالي 500 سباح في البطوله في حوالي 1700 سباق. حققنا حوالي 105 ميداليه ذهب في البطوله، 92 ميداليه فضه، 65 ميداليه برونز. حطمنا حوالي 7 ارقام قياسيه طبعا من 11 سنه لغايه الدرجه الاولى. زي ما قال كابتن سارك كانت بطوله منافسه قويه جدا، وبرضه احب اضيف ان مرحله 2003 بالتحديد كسبناها في اخر سباق بفرق 75 نقطه. 75 نقطه عن المركز الثاني. خلصت برضه في اخر سباق. مرحلة 2002 برضو خلصت بآخر سباق، بس فرقنا شوية في آخر يوم بحوالي 700-750 نقطة. كانت بطولة قوية جدا. قاعدة الأندية التانية بقى عندهم قاعدة سباحين كبيرة، يكاد يكون إن بقى في قاعدة سباحين للأندية التانية أكتر مننا. في أندية دلوقتي بقى عندها 5 و6 و7 فروع، احنا دلوقتي لسه 3. بنحاول إن احنا نحافظ، يعني المشكلة مش كمان أنت تبقى على طول واخد مركز أول، المشكلة أنت تحافظ على المركز الأول، ودي المشكلة الأكبر، وده اللي احنا بنشتغل فيه من بداية التشكيل أو بداية السيزون الرياضي بتاعنا طبقا للاستراتيجيات اللي احنا بنقعد نحطها مع الجهاز الفني مع الجهاز الإداري إن احنا إزاي إن احنا بنشتغل علشان نحافظ على الأول، ودي المشكلة الأصعب عندنا، مش إن احنا إزاي نجيب الأول، فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا عندنا يعني. كابتن تامر بصراحة شديدة، بطولات السباحة في مصر عايزة تطوير أو تغيير، ولا من وجهه نظر كابتن تامر هي كافيه جدا لا لا اكيد عاوزه تغيير. احنا دايما يعني لازم نطور البطولات بتاعتنا ونكتر عددها ونغير كمان استراتيجيه الدخول ليها، يعني ساعات تبقى محدد 5 سباحين، ممكن تبقى اكتر في السن الاصغر. يعني احنا لازم تبقى عندك قاعده عريضه عشان خاطر تختار منها، وكمان وقوف على الستارت لفترات طويله، يعني فترات كتيره، ده اكيد بيفيد السباحين. لكن احنا طبعا بحكم الدراسه بتاعتنا والمواسم بتاعتنا، فلازم احنا عندنا بالظبط غالبا اكتر حاجه 4 بطولات في السيزون زائد بطولتين طويله على الاكثر. يعني احنا لو احنا عاوزين نطور، احنا على الاقل احنا ممكن نعمل كل اسبوعين او كل 3 اسابيع بطوله، وفي الاخر اخر السيزون ممكن نعمل بطوله كبيره ناخد فيها احسن الناس. لكن طول ما انا بعوم بطولتين مسافات بعيده قوي، احنا كنا زمان بنعوم اكتر من كده وكان عندنا اعداد اكتر من كده، ده الكلام ده من 15-20 سنه، وكنا بنطلع بطولات كمان اكتر من كده. دلوقتي الموضوع بقى صعب شويه بتوع البطولات مع الامتحانات مع الدراسه، يعني الموضوع بقى في حاجات بتعقد الامور. يعني انت بتقولي كل اسبوعين تقريبا بطوله او كل 3 اسابيع، الموضوع صعب جدا برضه في دراسه وفي ناس عايزه تذاكر لا بس هو مفيد بحيث ان انت بتكسر للسباح حده الخوف من السباقات، انت بتكسب حاجه كبيره جدا. بتكسر للسباح عقده ان هو يعمل مره وحش ومره كويس. لا هو على طول الخط هينزل يعوم جامد وهو محمل لغايه ما يوصل لفتره تعمل له التيب بتاعه ويوصل لاحسن رقم ليه. يعني بتكسر حده الخوف بتاع السباقات، يعني في سن الصغير لو ولد صغير عنده 10 سنين ولا 11 سنه لما يقف كل اسبوعين ثلاثه يعوم له مثلا 3-4 سباقات، اكيد لما يكبر هيبقى عنده كم خبره كبير جدا عروف على الستارت. يعني اكتر سباحين بيكسبوا في اخر هم اكتر ناس عندهم خبره، اكتر واحد عدى على مواقف صعبه مش اكتر واحد ما نزلش. بس سهله جدا كابتن ثروت، لو دي من ناحيه السباقات، ايه ابرز التحديات اللي بنواجهها في السباحه في المرحله اللي جايه؟ هو بس في حاجه بالنسبه للسباحين. اتفضل. ظروف الدراسه بقت صعبه جدا بالنسبه للولاد عندنا في مصر. فطبعا البطل الرياضي ده بيبذل مجهود مضاعف، بيحرم نفسه من حاجات كتير قوي. برضو الاهل بقى عليهم لود عالي. السباحه انت حضرتك عارف يا كابتن خالد اللعبه الوحيده اللي بتتمرن ممكن مرتين او 3 مرات في اليوم. دي حقيقه بصراحه. منهم مره الفجر. ناس تنزل تصلي الفجر، هو بتوع السباحه ينزلوا على ملعب السباحه. مره الفجر، مره بالليل، ومره جيم في النص. فطبعا يعني اكتر التحديات اللي بتواجه السباح دلوقتي بقت ظروف الدراسه وظروف الحياه اليوميه. يعني رايك نحلها ازاي بصراحه؟ نحلها يعني نحاول نعمل معسكرات شويه. لازم برضو الاتحاد يساعد السباحين، يدعمهم هم والنادي يعني بطريقه ماديه. وزاره التعليم مثلا مع وزاره الرياضه لازم يكون في تعاون عشان السباحين دول يقدروا يمارسوا. هو موجود، ده موجود بره، يعني هو بره السباحين في الجامعه، هم ما بيخرجوش من الجامعه، هم بيتمرنوا في الجامعه وعايشين جوه الجامعه.
فتقريبا هم عايشين حياتهم في معسكر كامل. فده بيفرق جدا، بيفرق جدا مع الولاد، بيفرق كتير مع الولاد. كابتن احمد اسعد، عايزين سؤال سريع وعشان ناخد بقى الاثنين الكباتن كده يحللوه، مين اللي سباحين اللي هم ان شاء الله باذن الله في طوكيو 2020 يعني قريبين لطوكيو او وصلوا طوكيو؟ طبعا احنا رقم واحد طبعا السباح علي خلف الله، تمام، حقق الايكات كويس. عندنا السباحه هانيا مورو في بطوله امريكا اللي فاتت كابت البيكات ما شاء الله، ان شاء الله باذن الله دول تاهلوا خلاص، عالي تاهل رسميا، هانيا حققت البيكات كويس، تمام. عندنا حوالي 3-4 سباحين ان شاء الله. مين مين القريب يعني لازم نقول الاسماء؟ القريب عندنا محمد سامي ميشو، هو ميشو ده في امريكا كويس. وفي عندنا برضو ممكن عبد الرحمن سامح، عندنا احمد اكرم، دول من السباحين الواعدين اللي هو دول الخمسه تقريبا اللي هم عليهم قريبين قريبين جدا من اللي تاهلوا ان شاء الله. يعني كابتن تامر، لو سالتك بقى اللي احنا عايزين نشوف البطل الاولمبي ده، اكيد ابطالنا الخمسه عايزين كلهم او 10 20 اكيد، ده حاجه امل عندك اكيد. طبعا. لو قلت لك علي خلف الله، هانيا مورو، الاثنين دول النهارده اللي وصلوا، او في كابتن علي خلف الله وصل لسه، كابتن هانيا مورو ان شاء الله توصل، هي اوريدي وصلت بي كات. انا بس عايز اقول كلمه عن السباحين دول بالذات، هم دول يعني طالعين من جوه النادي الاهلي، يعني دول بداوا معانا من الزيرو ولادنا. المدار يعني تربيتنا من جوه النادي، وعندنا ابطال كتير قوي مكملين اللي هم كان نفس الاستراتيجيه اللي احنا شغالينها من زمان. احنا عندنا كميه سباحين كتيره جدا، منهم ناس كملت طبعا بحكم ان هم راحوا امريكا، وفي ناس طبعا بحكم الدراسه او كده بطلوا، بس مجملا دي سياسه بتاعت النادي. احنا دايما كان عندنا نظره ان لازم نطلع سباحين اولمبيين زي ما احنا طلعنا، والنادي كان بيرعانا دايما، انا واحد من الناس اللي رعاني كتير جدا وسفرني بره، وبالتالي احنا برضو بنعمل نفس الاستراتيجيه. بالنسبه لعلي طبعا اي كات على 50 حره، وطبعا هانيا حققت بي كات على سباقين، طبعا سباقين كمان تقال جدا، ودي حاجه كويسه جدا لهانيا، 1500 و800، وطبعا دي حاجه كويسه جدا ان بنت عندنا في مصر بتعوم ديستنس، وكمان ان شاء الله ممكن تتاهل للطويله كمان، فدي حاجه ان شاء الله تبقى ستيب كويسه ليهم، وتبقى حاجه في السي في بتاعهم كويسه ان شاء الله يا رب باذن الله. احمد اكرم، ميشو، ومين الثالث قلت لي؟ عبد الرحمن سيد. عبد الرحمن سيد بس عشان ما ننساش حد بقى. قول لك يا كابتن سارون، شايف ازاي يتأهلوا؟ ازاي هيتأهلوا؟ موضوع صعب سهل قريب؟ هو الموضوع طبعا مش سهل، عشان تلعب اولمبياد ده مش سهل طبعا، حاجه صعبه، لكن هم لسه عندهم وقت وعندهم بطولات هيشتركوا فيها، وان شاء الله اكرم يقدر يحقق في 800 وال 1500، عبد الرحمن سامح 50 دولفين، ميشو ممكن يحقق في سباقات الباكو 50 حره و100 حره، لا نقدر يعني لسه بعدهم وقت يقدروا يحققوا فيه. بنتاهل ازاي عشان نقول للناس بنتاهل ازاي للبطوله الاولمبيه او الالعاب الاولمبيه؟ هو الاتحاد الدولي بيبقى محدد ارقام كويس، الارقام دي جزئين، جزء اي كات وجزء بي كات كويس. الجزء الاي كات اللي بيجيب الرقم ده بيتاهل اوتوماتيك للاولمبياد على طول. على طول في بطولات معينه بيشترك فيها؟ في بطولات معتمده كالندر، في الكالندر الدولي. الاي كات بس زياده على كابتن سارة اللي بيقول الاي كات بيخش لنا سباحين، لازم اللي هناخد اي كات يبقى لازم سباحين يخشوا في الرقم كويس. لو بي كات هو سباح واحد بس. بس تمام، اتفضل. البي كات بس لازم كمان بيتعمل حسبه كده في الاخر، ان كوتا. مش اي حد في كوتا معينه بالظبط كده كويس. ان شاء الله انا عندي يعني ان شاء الله امل كبير ان اكرم يحقق وسامح يحقق وميشو كمان يحقق ان شاء الله يا رب باذن الله. هل ممكن سباح في مصر بدون ذكر اسمه يعني يقدر يحقق يقف على منصه التتويج في الاولمبياد ولا؟ طبعا يقدر، طالما هو شغال جوه سيستم كويس اكيد يقدر. احنا ما عندناش اي مشكله في الامكانيات الجسمانيه طبعا خالص، احنا عاوزين الطريق بس، يعني الولاد بتوعنا دلوقتي الحمد لله اختلف شويه كابتن تامر. طبعا كتير، طبعا نوعيه التمارين اختلفت، نوعيه الجيم اختلفت، الفيتامينز اللي بياخدوها كل حاجه اختلفت بصراحه عن زمان. وطبعا دي مدارس، يعني المدرسه الامريكاني غير المدرسه الاوروبيه غير المدرسه الشرق اوروبا، كل مدرسه وليها سكتها يعني. لكن طبعا احنا ما عندناش مشكله خالص خالص. عندنا فريده عثمان جابت ميداليه برونزيه، يعني دي حاجه كويسه جدا، ويعني طالعه من مصر برضه، الموضوع مش عندنا يعني. عندنا امكانيات بس عاوزين حد يحط يد على الطريق الرانكينج الصح يعني. يا رب باذن الله. نتمنى لكل سباحينا في النادي الاهلي بالاخص وبمصر عامه ان شاء الله يكونوا يقدروا يعملوا حاجه في الاولمبياد الجايه ويتاهلوا للمرحله اللي جايه. كابتن ثروت، كلمات اخيره من كل واحد، كلمه اخيره لاولياء الامور السباحين في النادي الاهلي. انتوا الابطال الحقيقيين، انتوا الابطال الحقيقيين. كابتن احمد اسعد، انا بس عايز اقول حاجه من ضمن برضو حته التاهيل لو هرجع ليها تاني، ان من ضمن مقومات التاهيل الدعم الفني والمعنوي والمادي والثلاث بنود دول، يعني برضو لازم يبقى الناس برضو واضحه وعارفه ان النادي الاهلي
ورا السباحين بتوعنا في أي مكان سواء جوه مصر أو بره مصر. تدعيم فني في كونكشن مباشر على طول بيننا وبين السباحين في أمريكا قبل أي بطولة، أي طلبات بيحتاجوها النادي على طول بيلبيها، مجزرة ما بيبخلش علينا بأي حاجة خالص. إدارة النشاط الرياضي كل الدعم الفني والمادي والمعنوي للسباحين اللي هم احنا شايفين إن في أمل إن شاء الله إن هم يتأهلوا، النادي سبورت اليوم على طول. تمام كابتن تامر، عشان نختم ونقول كلمة أخيرة للسباحين وأبطالنا ونجومنا ناشئين وناشئات اللي طالعين في السباحة. احنا طبعا يعني بنحاول نشكر جميع السباحين اللي بيقدروا يصحوا الصبح في الفجر في البرد ده، وأولياء الأمور طبعا اللي بيتعبوا معانا جدا، لأن احنا برضو كنوع الرياضة بتبقى محتاجة يعني تبدأ بدري قبل المدارس وبرضو تخلص في وقت محدد، فأنا بشكرهم جدا ومن غيرهم مش قادر نتحرك قدام، وإن شاء الله نقدر نطلع سباحين على مستوى عالي الفترات اللي جاية. انا بشكركم جدا، كنت معايا النهارده كابتن احمد اسعد، كابتن ثروت، وكابتن تامر زينهم، وفعلا انجاز كبير بيضاف للسباحه والنادي الاهلي بقياده او رئاسه الجهاز لكابتن وائل عزت. بشكرهم جدا، بشكر كل اولياء الامور والسباحين على المجهود اللي بيبذلوه، ان شاء الله دايما بطولات وانجازات في النادي الاهلي. في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء.